بعد سقوط الدولة العامرية سنة 399 هجرية، عاشت الأندلس في فترة مليئة بالفتن والمؤامرات والحروب. جلس فيها على العرش عدد كبير من الخلفاء، سواء من بني أمية أو حتى من البربر الطامعين في الحكم. اتحولت الأندلس من القوة والازدهار إلى الضعف والانقسام والانهيار. فكانت النتيجة الحتمية في وجود خلفاء أمويين ضعاف هي سقوط الخلافة الأموية سنة 422 هجرية. انتهى الحكم الأموي في الأندلس بعد أن دام حوالي 3 قرون منذ دخول عبد الرحمن الداخل إليها. فإيه اللي حصل بين الأمراء الأمويين في هذه الفترة، وإزاي كانوا السبب في سقوط الخلافة؟ اهلا وسهلا بكم اصدقاء قناة التاريخ الجامع، معاكم محمد محمود. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الفترة اللي ادت الى سقوط الخلافة الاموية في الاندلس ومهدت لظهور عصر ملوك الطوائف. بعد خلع هشام المؤيد بالله من كرسي الخلافة بالقوة وقتل الحاجب عبد الرحمن بن المنصور، تولى خلافة الاندلس محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر، ولقب نفسه بالمهدي. ومنذ تولي المهدي للحكم بدأ العد التنازلي لسقوط خلافة بني أمية في الأندلس، فلقد انفرط العقد تماما ودخلت البلاد في دوامة من الصراعات والفتن، استمرت من سنة 399 هجرية وحتى سنة 422 هجرية. وبدأ المهدي خلافته بالقبض على العامريين وقتلهم، وما اكتفاش بكده بل انه أهان البربر عماد الجيش الأندلسي، فقام بسجنهم وقتلهم، الأمر اللي أثار غضب الجميع وعلى رأسهم بني أمية. وطبعا البربر ما سكتوش، فالتفوا حوالين رجل آخر من بني أمية وجعلوه خليفة عليهم. الرجل ده كان سليمان بن الحكم، لكن سليمان والبربر شافوا إن ما عندهمش لا القوة ولا القدرة على مواجهة المهدي، وعلشان كده استعانوا بملك قشطالة المسيحية في حربهم ضد المهدي. وانتهت الحرب دي بهزيمة المهدي وانتصار سليمان، واللي بعدها تولى حكم الأندلس ولقب نفسه بالمستعين بالله، والكلام ده كان سنة 400 هجرية. أما المهدي فهرب إلى طرطوشة في شمال الأندلس، وهناك قابل أحد أبناء العامريين وهو الفتى واضح، وتعاونوا مع بعض على أن يعود المهدي للخلافة من جديد ويتولى الفتى واضح الحجابة. لكنهم شافوا أنهم مش هيقدروا يواجهوا قوة الخليفة المستعين بالله والبربر، فتحالفوا مع أمير برشلونة مقابل أنهم يدولوا أموال كتيرة جدا وكمان يدولوا مدينة سالم. ودارت الحرب بين الفريقين وانتصر فيها المرة دي المهدي، وهرب المستعين بالله والبربر اللي معاه. لكن الفتى واضح العامري انقلب على المهدي وقتله، والظاهر كده ان الفتى واضح كان بيستغل المهدي للوصول الى الحكم. وكان الفتى واضح ذكي جدا وما وقعش في نفس غلطة عبد الرحمن بن المنصور، فأعاد هشام المؤيد بالله للخلافة مرة تانية وحكم من وراه وباسمه. ولم يترك المستعين بالله الأمر، وحاول الاستعانة بملك قشطالة من جديد، لكن ملك قشطالة رفض أن يعينه هذه المرة، فاعتمد المستعين بالله على نفسه وعلى البربر اللي معاه. وقام سنة 403 هجرية بمهاجمة قرطبة، ودي كانت سابقة في تاريخ المسلمين، فاستحل دماء المسلمين واستباح نساءهم ودمر المدينة. وتولى المستعين بالله الخلافة مرة تانية، واختلفت المصادر حول نهاية هشام المؤيد بالله. ففريق قال ان المستعين سجنه وبعد فترة قام محمد بن المستعين بقتله، وفريق تاني قال انه هرب الى المرية وعاش فيها متخفي حتى مات. اما العامريون فهربوا الى شرق الاندلس. وفي سنة 406 هجرية ادعى احد زعماء البربر وهو علي بن حمود والي سبتة في المغرب بانه معاه كتاب من هشام المؤيد بتولية العهد من بعده، وطالب بعرش الخلافة. فعبر بقواته إلى الأندلس والتقى بجيش المستعين بالله قرب قرطبة، وانتصر عليه وقتله. ودخل قرطبة سنة 407 هجرية وأعلن نفسه الخليفة الجديد، وعين أخوه القاسم بن حمود على إشبيلية. لكن العامريين الموجودين في شرق الأندلس ما سكتوش، والتفوا حوالين رجل أموي جديد وهو عبد الرحمن بن محمد، وبايعوه بالخلافة
ولقبوه بالمرتضى بالله، واتجه المرتضى بجيشه مع العامريين لمحاربة علي بن حمود، ومات المرتضى ومات علي بن حمود وانتصر البربر في النهاية وتولى الخلافة القاسم بن حمود. وفضلت الصراعات في الأندلس موجودة بين الأمويين والبربر لحد ما جه آخر خلفاء بني أمية في الأندلس، وهو هشام المعتد بالله، واللي تولى الحكم سنة 418 هجرية وحتى سنة 422 هجرية، عندما صار عليه أهل قرطبة وخلعوه ونفوا جميع الأمويين خارج المدينة وأسقطوا الخلافة الأموية نهائيا. واجتمع العقلاء من أهل قرطبة وعينوا مجلس لإدارة البلاد يترأسه واحد من أهل التقوى والحكمة، وهو أبو الحزم بن جهور. لكن أبو الحزم بن جهور ما قدرش يسيطر إلا على قرطبة فقط، أما باقي الأندلس فدخلت في فوضى وانقسمت إلى دويلات، ليبدأ عصر جديد من أسوأ العصور اللي مرت على الأندلس، وهو عصر ملوك الطوائف. لكن يا ترى إيه اللي حصل للأندلس في هذا العصر؟ ده اللي هنعرفه في حلقة قادمة إن شاء الله. هسيب لكم مصادر الحلقة تحت في الوصف. ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الإشعارات الجديدة من قناة التاريخ الجامع. أشوفكم على خير، والسلام عليكم.